معكم روعة من قناة ربع بيوتي. مرحبا بكم في القناة ديالي. الله اليوم ان شاء الله فيديو فيديو جديدة، دونك فيديو تاع FAQ. غادي نجاوبكم على الأسئلة اكثر شيوعا اللي كتطرح عليا، اي او ميم طون جون بروفيت باش غادي نشارك معكم علاش غبرت. هذا هو السؤال اي دايوغ بزاف منكم سولني عليه. روعة، علاش غبرتي علاش غبرتي؟ ما بقيتي لا سور انستغرام كيف كنتي، لا سور لي ستوري ني سور يوتيوب. دونك فوالا، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وغادي نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم، فخليكم معايا. اول سؤال غادي نجاوب عليه هو روعه، واش راكي حامله؟ باسكو الغبره اللي غبرت بزاف فات بزاف منكم، بزاف 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 في الاف ا كيو تيقول لي روعه حامله. سي سور حامله حامله. انا نقول لكم دابا انا ما حاملاش. فوالا، الغبره ديالي ماشي الغبره ديال الحموليه نهائيا، با دي تو، سي لوان دو سا. الغبره ديالي اللي بغيتو تعرفوها دابا خليكم معايا ديال بصح باش غادي نعاود لكم فريمون اون ديتاي وتعرفوا اشنو كاين. سينون دابا جو في شوازي هكا دي كيسيون. هنايا كاينين دي كيسيون اللي ديجا انا مجاوبه عليهم ومشاركهم معكم ديجا ما مره ما جوج. غادي نخلي لكم واحد لا فيديو اللي فيها 50 حاجه ليا تعرفوها عليا، 50 حاجه. دونك نخليها لكم هنايا حتى هي في الاي تمشيو تفرجوا فيها، فيها فريمون كلشي. فوقاش زاديت سميتي، الباركور ديالي، اشنو قريت، طولي، عرضي، الوزن ديالي، كلشي اون بغفون 50 شوز سوغ موا كاملين. راه كيف قلت لكم في الاي غادي نخليها لكم. سينون دابا هنا غادي غادي نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم اللي طرحتوهم عليا او فيغ ميزور نقول لكم علاش غبره. نبداو مع اول سؤال. داي قالت لي كيفاش نقدروا نعرفوا لو فون دو تان المناسب لينا ولا كولور دو بو؟ ايد موا سيل تو بلي. الوغ هنايا نعاود نقولها بانه حطيت لكم واحد السلسله 0 على 10 في الماكياج. دونك السلسله دي حطيت فيها بزاف ديال ليزيبيزود على الناس المبتدئين في الماكياج، كيفاش يبداو الماكياج ديالهم من ا لزد. اي دايوغ باغمي هاد لي فيديو كنت داوي على فيديو خاصه ديال انكم كيفاش تختاروا الفون دو طان ديالكم، غادي نخليها لكم هنايا حتى هي في الاي. المهم هاد الفيديو عامره بالاي باش تمشيو تشوفوا بلوس دو ديتاي. الناس اللي ما تعرفوش يختاروا الفون دو طان ديالهم كلشي بسطت لكم واحد الدرجه ما كتصوروهاش. فريمون فيديو خصكم تفرجوها او تبارطاجيوها حتى مع الناس اللي عارفينهم انهم والو في المكياج. فوالا. سؤال ثاني. وحده قالت لي علاش وليتي كديري لي بوبليسيتي بزاف طوع علينا في راسنا؟ الوغ بغيت نقول لك واحد القضيه وني تندوي اون جينيرال على هذا الموضوع ديال لا بوبليسيتي. راه الناس طوب وحجر سيطاج، ماشي انه انا اللي جيت شكرت لكم في البرودوي كان تما كنكذب، ولا جات وحده اخرى كتشكر لكم في البرودوي صدقات انها هي اصلا باسكو هي ما عندهاش لو برينسيپ ديال انها خصها تيستي لو برودوي ايتترا ايتترا، وكتدوز تقول لكم كلشي زوين كلشي زوين وهي غير مخلصه عليه ودوات عليه وفي الاخر صدق خايب. انا ماشي من هذا النوع هذا، لانه انا كندير راسي في بلاص لابوني قبل ما نكون انا هي راه يوتيوبرز. انا كنقولها وكنعاودها دائما، نتحدى اي مارك كنت دويت معاها وقلت لهم نيشان فوالا هو لو مونطون اللي غادي نخدم به. من كيجي تعرض عليا شي برودوي جديد عمرني ما استعملته، اول كلمه كتخرج من فمي هي نتيست لو برودوي، ويلا عجبني ندوي في لو ديتاي، الا ما عجبنيش سالات هنايا القضيه. انا دايره بحال هكا، دونك هادي سي كيسيون دو كونفيونس، واش انت غادي تثقي فيا ولا ما غاديش تثقي فيا. انا دايره بحال هكا، هذا ما قلت انا كنخدم بحال هكا. سيغتينمون من غادي تجي عندي مثلا لا مارك تاع تو فايت، انا كتعجبني لا مارك تو فايت، انا لونتيسيغن ديالهم تيهبلني، وجات لعندي وقالت لي فوالا روعه بغيناك تدوي لينا على هاد تو فيس في القناه ديالك وتبين لنا انك كتستعمليه وديري لنا طاق ودير لنا وغادي نخلصو، ولا انت اللي كتفرجي فيا. وكاع الناس اللي كيقولوا بحال هاد القضيه تاع لا بوبليسيتي راه حيت لا بوبليسيتي فيها وفيها كاينه بوبليسيتي خايبه، لانه غير غنجي نشكر لك فواحد البرودوي ما مستعمله ما واخده وقتي فيه ما حتى شي حاجه ودويت عليه ومخلص عليه اي بوين على لين. كونتريرمون كاينه وحده اخرى اللي غادي تاخذ الوقت ديالها وغادي تستعمل لو برودوي وغتمشي فيا ماشي مزيان وتستعملو معاه بزاف الانواع ديال لي بودغ ايتترا وتاخذ الوقت الكافي ديالها عاد الى عجبها غادي تدوي عليه. دونك هنا كاين فرق كبير. انا من نوع ديال اللي مي كياخذ البرودوي كيتيستيه حتى يعجبو عاد كيقول فوالا هنا نقدو ندوي على لو ديتاي. باش نرجع لهاد القضيه ديال لا بوبليسيتي، دونك مين كندوي على بوبليسيتي زوينه سوبوزون كنتي اللي كتفرجي فيا اختاري احسن برودوي كيعجبك في راسك كيف ما بغى يكون ديال الماكله ديال مش ما كان كيعجبك هذاك لو برودوي سي طون كو دو كور. وجات عندك لا مارك قالت لك فوالا عافاك بين لنا هذاك لو برودوي اللي كيعجبك، بين لنا هذا البرودوي عندك في القناه ديالك، بين لنا في الانستغرام ديالك، ديري به لي ستوري، ديري به توتو جو مون فو. المهم بيني وغادي تاخدي فلوس غادي تخلصي فيه. واش تو بونس انك غادي تقول لهم لا؟ ما يمكنش انا البرودوي ديجا عاجبك، فعلاش انت برودوي عاجبك
ومني قلت نخلص نقول لك لا لا اسمح لي عافاك ما تخلصنيش الله يعطيك الصحه نو ما تخلصنيش انا غادي نبيع البرودوي حيت عاجبني وسال ما تخلصني مي نو خدمه حنا عندنا مسؤوليه حنا عندنا شنو انا راه شحال من كولابوراسيون اللي تعرضات عليا وفيها فلوس فيها فلوس وقلت لا علاش لانه البرودوي انا ما عاجبنيش دونك هنا كتبقى كيسيون دو كونفيونس واش انت غادي تثقي فيا ولا ما غاديش تثقي فيا ساشون كو اشاك فوا تتكون عندي شي ماركه كندوي عليها كنقول شوف هاد الماركه هادي مثلا هاد تو فيس هذا نقدر انا نستعمله ويحمقني ملا استعملتي انت ما غاديش يعجبك لانه ماشي انا وياك عندنا نفس ستيب دو بو ولا عندنا نفس الكونتور ديال العينين ولا عندنا نفس الماكله ولا عندنا نفس الهواء ولا 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 دونك تقدر يعجبك ونقدر ما يعجبكش مي ماشي الا ما عجبكش صافي دير بانه انا كذبت عليك لانه انا في القناه ديالي اشنو كندير كنبارطاجي لا في ديالي سانسير اي بوين كنشد واحد البرودوي كنحفرو مزيان عاد كندوي معكم عليه باغ اكزومبل نوكس انا درت معاهم بارتناريا مي واش كتعرفوا نوكس فوقاش انا كنستعملها نوكس كنستعملها من الاخر ديال شهر 4 يعني من مشيت لهذا لبنان مي فلوس جوبونس ديال شهر 4 فاش مشيت وانا زيت معايا هذيك لا روتين وقلت لكم داير في البلوغ ديالي الاول قلت لكم انا ما نقدرش نوريكم واحد لي برودوي باسكو انايا راه مازال الله كديستي فيهم عاد قلت لكم عليهم في شهر 8 اي لي برودوي عاجبيني زوينين عاجبيني استعملتهم قلت لا مارك ولا انا غير نستعملهم اللي عجبني ديك الساعه نتفاهموا انا وياكم نهضروا في لو ديتاي ايفيكتيفمون بزاف منكم لاحظ ان كاين واحد لابغيونس واحد الكوديكلا في الوجه ديالي ايتترا ايتترا وانا جوتي ساتيسفيت من لو برودوي يعني لي بروميس اللي كاينين دارهم ليا عاجبني وانتم لاحظتوا الفرق فعلاش انا غادي نقول لا ما غاديش نقولها إيه راكم عارفين بانه الحاجه ما كنكون فيها سبونسوريزي ولا مارك ما عندهاش مشكل فكندير هاشتاغ سبونسوريزي علاش لانه انا جو شوازي الناس اللي غادي نخدم معاهم الناس اللي غادي لي ليماج ديالي معاهم هكا انا دايره جو سوي فرانش اي ديريكت مخلصه مخلصه سبونسوريزي سبونسوريزي انا بحال هكا صوف الى لا مارك قالت روعه عافاك سي تو بلي انا ما باغيش نبان سبونسوريزي مي سا نو با دير بانه انا كنكذب عليكم في لي بروجي فوالا دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا شويه كيفاش كنفكر اي فوالا هادشي اللي كاين هادشي غادي نقول لكم فقط ما عرفوا وكنوا متاكدين بانه جايو با مال دو بروبوزيسيون في لي كولابوراسيون مي جي ريفوزي تو سامبلومون لانه ما عجبنيش البرودوي انا ما مقتنعاش بيه دونك كنحبس كنقول سمحوا لي ما يمكنش ليا انا هاد البرودوي هذا ما داروش فوالا انا هكا وطرات في واحد البرودوي ديرنييرمون سيتي واحد دو برودوي لي امبوسيبل داير هو اللي صورت معاهم من بعد غادي تعرفوا ان شاء الله صورت معاهم حلقات وقلت لهم من طرحات عليا الفكره اول حاجه قلت لهم سمحوا لي خصني نجرب البرودوي والله ما غادي يوصل لجوغ جي غادي نفكركم فهاد الهضره هادي اللي قلتها قلت لهم سمحوا لي غنجرب البرودوي حتى يعجبني عاد غادي نخدم معاكم لانه انا هكا دونك بلوس كو سا ما يمكنش لي زعما ما عرفتش كيبقى لكم نتوما واش غادي تيقولوا ما غاديش تيقوني مي فوالا انا دايره بحال هكا فين دخلتي طون فيس كي ليكول اتبدا يدير لنا لي روتين بور بريباري بواط لانج الوغ باش نكون معكم زعما صريحه انا ولدي مازال ما قريتش حتى شي ايكول بقيت مترده هكا عندي واحد الجروب في الفيسبوك داخله فيه ديال لا كريش ايتترا ماتيرنيل وداكشي فكنبقى ندخل كنقرا لي كومونتير كنلقى راسي اي ايكول كيدويو عليها الا وكاين فهمتي المهم ماشي كلشي مي اما كنلقاها بعيده كانت زوينه ولا كنلقاها ايبر شير عاود زايدين فيه كثر من القياس سوا تلقاها كاتبه لك ولا وراه هادي هي شنو هادي واشنو كيديروا راه كيضربوا الولد ها ما كيديروا هادي دونك بقيت مخلوعه بزاف ماشي سا ما با دير بانه ما غاديش نقري ولدي مي بيسكو ما فقت حتى الدقيقه 90 عرفت راسي بانه خصني ندخل ولدي فكان عندي غير واحد الوقت ضيق باش انه نقلب زعما على شي ايكول اللي غادي تعجبني واللي غادي تمشي ليا مع داكشي اللي فراسي بالنسبه لولدي وفوالا دونك شفت هكا 2-3 ايكول مي مازال ما حطيتش راسي على 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 حاجه وحده ف مازال لحد الان ما كاينه حتى شي ايكول مقيدها فيه يعني ان شاء الله شهر 9 راه ضروري غادي نحط راسي على ايكول وحده اللي غادي نكون فيها مرتاحه وحاطه ولدي عارفه فين حاطه ان شاء الله وي سيغتيرمون غادي نبارطاجي معكم لي روتين ايتترا المهم داك لو ديتاي كامل غادي نشارك معكم
يا ربي غير الله يقدرني الله يقدرني. نزل سؤال واحد لاخر، بزاف منكم سولني ضايع على سلسله اللي كنت ديتها لكم، هي سلسله تاع 0 على 10 في الماكياج مع نقاد الخديه ديال تهرب، سلسله ديال 0 على 10 في الماكياج. يعني كنت درت لكم واحد السلسله بالنسبه للمبتدئات في الميك اب، وعطيتكم دو ا ا زد. المهم شاركت معكم داكشي اللي كنعرف وبحثت عليه وقاد داكشي اللي غادي نقاد. سخت ما كملتش لا سيري، مي ماشي معنيتها انه صافي ساليتها، ما بقيتش مثلا غادي نصورها لكم، دونك غادي نصورها لكم. وانا ما بغيتش نجي نحط لكم موضوع على السلسله، باسكو السلسله اي ابيزود كنحطو الا وكياخذ مني واحد الوقت انه نبريباريه، انه نقاد لي لين ديالي اللي غادي نحطهم، ونشوف شنو هما الناس الاكثر ديال التساؤلات اللي عندهم براسهم باش انا نجاوبهم، وتكون عندي لا فيديو اون فيت سيبلي، يعني بحال كتجاوب على كاع لي كيسيون ديالكم. سوف كو ما كانش عندي اسي ديال الوقت باش انه نبريباري لي ابيزود، وانه نصور لكم، وانه انه 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 لا سيري عجبتكم، وهذه حاجه كتفرحني. فبرومي ان شاء الله انه غادي نكملها لكم، وغادي نمشي معكم مازال في كاع زعما الكماله ديال السلسله. فقط الا قدرتوا انكم تعاونوني، تخلوا لي تحت هكا في لي كومونتير شنو مازال تبغوا تشوفوا في السلسله ديال المبتدئات، بيتيتر دي بانسو ليش كيصلحوا، بيتيتر الكونتورين، جو نسي با موا، فارابو بيير، ولا بيتيتر الفراج روعي كيفاش ابليكيو، اي حاجه بغيتوا تعرفوها خليوها لي تحت في الكومنتات، لانكم غادي تعاونوني بزاف. ولا عندكم هكا دي كيسيون على مثلا شي حاجه كضركم في خاطركم ما كتفهموش فيها في البلوش ولا في هذا، فخليوها لي تحت، لانكم غادي تسهلوا عليا البحث ديالي، وانه لا فيديو ديالي تكون واصله للسيل ديالك. دونك ان شاء الله ما بقى قد ما فات، وغادي نعاود نرجع للسلسله ديال 0 على 10 في الماكياج، باسكو هذيك السلسله انا عجبتني، حسيت راسي كنشارك معكم حاجه اون فيت مفيده وفوالا. دونك ندوز لواحد لا كيسيون. سلام روعه، كنحماق عليك، خليك ليلي. السؤال ديالي هو واش مروان ما كيدخلش مكياجك والباسك الوغ مكياجي؟ نو نو صراحه نو، لانه هو عارف انا كل اوكازيون شنو هو الميك اب زعما اللي غادي نديرو. سيغتينمون بعد خطره تيقول لي روعه سي با لابين انك ديري الماكياج، خليك هكا زوينه، مي هكا ماشي كيدخل في الباسي. نو مي كنتشاور معاه مثلا ملي كتكون شي حاجه عاجباني، هكا كنتشاور معاه كنقول له هذه كي جاتك، وتا هو الا بانت لي شي حاجه مشيت لها تقول لي هذه ولا هذه، دونك صافي زعما ما عنديش مشكل، شاركوا حياتي فهو يشاركني بكل شيء. بغاف ندوزو لسؤال واحد اخر، هذه اون فيت ماشي كيسيون مي واحد الميساج اللي ما قدرتش انه نيجليجي، عجبني الحال وقت اللي قريته. كتبات لي بغيناك تكمل لنا في السلسله ديال 0 على 10 في المكياج، رانا وليت تنتقن غير الفونديشن والكونسيلر والباودر، ما تصوريش حتى حتى الى درجه كنفرح الوقت اللي كنعرف بانه استفدت من شي حاجه. دونك هذا ما يمكنش لي انه زعما ندوز الميساج غير بحال هكاك، ندوز مرور الكلام امبوسيبل. فعجبني الحال، وان شاء الله ان شاء الله كيف قلت لكم راه فريمون غادي نكمل ان شاء الله هاد السلسله. ف او موا ملي كتقني داكشي اللي دويتي عليه راه شي حاجه واو. خليو لي الناس اللي كانوا والو في الميك اب، خليو لي تاهما تحت في الكومنتات واش نفعتكم السلسله تاع 0 على 10 في المكياج، واش حسيتوا براسكم بانكم تحسنتوا، واش كنتوا والو وحسيتوا براسكم بانكم فريمون تعلمتوا شحال من حاجه، خليو لي باسكو بحال هادشي تعاود يحييني ويشجعني اكثر. دابا علي شي ثلاثه ديال لي ميساج كنقرا فيهم شحال كتخلصي من يوتيوب، مي ما يمكنش نشارك معكم هادشي، هادشي راه ماشي غير حياتي الشخصية، راه فتو حياتي الشخصية لها، هادي شي حاجة ديالي ما يمكنش أنه نشارك معكم فوالا شنو كنتخلص، ما يمكنش، ما بعرفش كطرحوا شي أسئلة، ماشي كلشي، ما أنا كنبقى مصدومة والله كنقول كيفاش زعما علاش السؤال ديال شحال كتخلصي من يوتيوب، ولا شنو هي أكبر خلصة خديتيها؟ نو 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 ما كنطرحوش بحال هاد الأسئلة، لا كاينين دي ليميت، ما يمكنش تدخلوا حتى لهاد الدرجة في هادشي. لا ولا ما تقولوا لي حق قال لي حاطه حياتها في السوشيال ميديا فخصها تقبل، نو حنا بشر ما يمكنش. الو ميساء قالت لي علاش كتغبري من يوتيوب، ماشي صافي قالت واش غادي تحولي من دارك مازال، سينو جو تيم جو تيم اوسي، ميرسي بوكو ميساء. اي فوالا هنا غادي نربع يديا وغادي ندوي، علاش كتغبري من يوتيوب؟ اون فيت الغبره اللي غبرت من يوتيوب غبرت من لي ريزو سوسيو، ماشي هو كي قلت لكم انه حامله اون فا ديميناجي ان شاء الله، غادي نتحولوا من الدار، هادشي علاش روعه غابره، لانه فريمون روعه في الشهور الاخرين
بقيت مبرسطه باسكو صافي كنت خاصني نتحولوا خاصني نبدلوا الدار. فكنت تالمو اوكوبي في التقلاب وهذا ما خدام داكشي ملي كتكون عنده وقيته كنمشيو انا وياه انصامل. دونك نقلبوا على ابارتمون فين غادي نتحولوا ان شاء الله. خدات منا الوقت بزاف شفتو انا خدات منا الوقت بزاف باسكو كنت دائما كندور. فهادشي علاش انا جني با يو لو طون انه نكون في يوتيوب بزاف حيت راسي خدام راسي مشغول اي فوالا. دونك الغبره ديالي هو انه ان شاء الله يا ربي يسهل ويكمل في كل شيء وانه غادي نتحولوا وغادي نسكنوا ان شاء الله في دار جديده. هو المهم ماشي دابا حاليا في هذه القيته هذه ما قريب انا مازال ساكنه في داري ان شاء الله قريب غادي نتحولوا لانه فينالمون لقينا لابارتمون اللي غادي نسكنوا فيها. صافي زعما سي بون زعما اون ا كونفيرمي وكل شيء. فالحمد لله من بعد واحد التعب ديال دي موا واخيرا لقينا فين انه غادي نتحولوا غادي نسكنوا. اي ان شاء الله غيكون عندنا ان نوفو ديبار ما عرفتش مازال امتى ان شاء الله مي من غادي يكون ما غاديش نهائيا نبخل عليكم ونبارطاجي معكم كلشي. اي دايور سي جامي كنتو انتريسي وبغيتو انا ندير لكم تور هاوس تور ان شاء الله ابارتمنت تور غير حاليا غير ابارتمون فا قولوها ليا خليوها ليا لتحت في لي كومونتير وندير لكم تور ونشارك معكم حتى انا شنو هما الحوايج اللي عندي في راسي نشارك معكم اشنو باغي ندير باسكو ان شاء الله اونكونط انه نديرو دي ترافو في الدار شحال من حاجه باغا نبدلها وشهوتي فيها بون بلانيت شي حاجه على قد الفهمه ديالي. حاولت انه ندير ان بلان 3D حاولت انه هكا نفرج ونشوف كيفاش كل حاجه غادي تجي. المهم غير بلوزو موا تكون عندي واحد ليدي مي اون ان شاء الله دي ترافو افير فيها مازال ما بديناهمش مي ان شاء الله قرب انه نبداوهم ما بقى قد ما فات. بيان سور كيف قلت لكم الا كنتو مهتمين فخليو لي تحت في لي كومونتير غادي نشارك معكم فريمون كاع لي زيدي لي طايحين لينا في راسنا. وحتى نتوما نتسنى منكم حتى نتوما دي زيدي وتقولنا مثلا روعه زدوا هذه مروه نزيد هذا خلي هذه جو سي با فهمتي حنا هنايا بوغ بارطاجي فعلاش لا حتى نتوما تبارطاجيو معايا داكشي ديالكم. دونك خليو لي تحت في الكومونتير. دونك هذه هي البيك سربرايز واحسن حاجه الحمد لله حاليا كاينه وهادشي علاش غايبه. دونك سنبغي نروح مع الحماله غير لا فاتيك اللي عندي اون فيت لا فاتيك من هنا لهنا لهنا في دماغك ما تيكونش راسي في حاجه وحده ميزا بار زعما الصراحه الدار والديميناجمون وهادشي كامل. ف كانوا عندي دي تورناج افير سورتو كان عندي واحد لو تورناج اللي كنت صورت في شهر 7 في لو 15 بالضبط. دونك كنت بديت لو تورناج ديالي كانت عندنا تقريبا بريسك واحد 7 جوغ 8 جوغ سوكسيسيف كنصورو فيهم وكنت كنفيق اشاك فوا في الصباح. فوالا دونك حتى هذا بريباراسيون ايتترا. المهم كنت تالمون مشارجي في بزاف ديال الحوايج وخرج من رمضان وهذا في داكشي كان تالمون مزير كو صافي غبرت غطست وما بقيت قاد انه صافي رمضان كنقول روعه صافي كلمه طوال ما قداش على الحاجه ولكن ما قداش عليها ما تبداش ترفقي وتموتي هي راسك ساعات لله بشويه عليك وهذا وهذا. بعد ان شاء الله من غادي نحس براسي بانه او موان تفاليدات ليا واحد الحاجه ديك الساعه غادي بحال غادي يكون عندي واحد نفس جديد انه نبدا عاوتاني واحد المشيه فوالا. دونك هذه هي اللي الحاجه اللي كنت باغا نبارطاجيها معكم وغادي نقول لكم ان شاء الله كل شيء غنبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله من غنبدلو الفراش ديال الدار من غنبدلو السباغ بغا في حين قلت لكم راه فريمون شحال من حاجه خصنا نخدموها ايه ات والله الا ات انه نشارك معكم. دايما قولوا لي واش راكم مهتمين باش نشوف راسي واش كاملين ات ولا انا بوحديتي اللي من راسي صافي فوالا. هادشي اللي كاين الساعه غنكملوا دي كيسيون واحد اخرين. واحد السؤال ضحكني الصراحه مازال كنضحك واش عمرك ضحكتي في اللحظه الغلط؟ وي مي اون فيت دابا انا خصك باش نشرح لك علاش كنضحك في اللحظه الغلط لانه دابا مثلا انايا مي كنتعصب بزاف كنولي نضحك ويلي قولي والله ولكن اون فيت هذيك الضحكه هي ضحكه هيستيريا ديال الفقصه ف
صراحه كطر لي مشاكل في الضحك هذه، لانه اللي معايا اللي مدبزه معاه ولا اللي مقلقه معاه ولا كيسحب لي بانه انا كنضحك عليه في ديك الوقيته ولا نطلعها عليه، الوغ كو انا فريمون غير جو سو او بو دو ما في هذيك اللحظه، فكنولي كنولي نضحك مي ديك الضحكه ديال الفقصه. لا ميمكنش تقولي في قلتي هاد الهضره مثلا، واش فهمتوا كيفاش دونك هاد القضيه هذه فيا، مي سينو ميزا بار زعما شي حاجه من غير هكا نو جامي. شنو كنتي كتصوري هاد لي جوغ لي فاتو؟ واش عندك شي خدمه اخرى من غير انفلونسوز؟ هي خدمه انفلونسوز، ما السلام عليكم، اشنو كتخدمي؟ كنخدم انفلونسوز، كانفلونسي على الناس، كتجيني هاد الهضره هادي شويه ثقيله. الوغ نو ما عنديش بعدا حتى شي خدمه من غير يوتيوب اون فيت، باسكو يوتيوب انا بالنسبه ليا وانستغرام وداكشي اللي كندير الخدمه، هذيك هي الخدمه ديالي. ماشي خدمتي هو انفلونسي على الناس، مي خدمتي هو انه نبارطاجي مع الناس، نجرب لي برودوي ونشوف الراي ديالي ونشارك مع الناس، هذه عجبتني هذه بلا هذه هذا، نعطيكم شنو هو الجديد، نعطيكم دي زيد على الاوتفيت، دي زيد فتات على الشعر، دونك هذه هي ديال نقول الخدمه ديالي اكثر من انه ناثر عليك. هذه كلمه لو بوين ديالها ثقيل. وشنو كنت كنصور في لي ديرني جوغ؟ دونك كان عندي واحد التصوير افيكتيفمون في لو موا ديال شهر 7، الحمد لله داز زوين 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 بزاف، فرحت انه جي بي انه نكولابوري مع هاد لا مارك ونديرو هاد لو كونسيبت لي فريمون زوين، واحد لو كونسيبت لي عمرو ما بان ليا كاين هنايا في المغرب، دونك ان شاء الله غتكون حاجه زوينه. و بيان سور غادي نشارك معكم اون فوا غادي تخرج، مايمكنش نحرق لكم اكثر من هكا، ما غاديش نكون غير انا بوحديتي، غيكونوا معايا جوج بنات وحدين اخرين وكل وحده والاختصاص ديالها، وفوالا كنشارك معكم او فيغ لا ميزور اكثر من هادشي ما نقدرش ندوي، مي ات انه ان شاء الله نبارطاجي معكم هاد القضيه هادي. دونك ان شاء الله غادي يكونوا دي زيبيزود في اليوتيوب فيهم 10 ديال الحلقات. فوالا اسكت. واش راجلك عنده توأم ديالو وبحالاش كتفرقي بيناتهم؟ الو خوي ما عرفتش واش عارفينها ولا لا، ولا واش ديجا دويت على هذا الموضوع في يوتيوب، باسكو جو سي سور بانه دويت عليه في الانستغرام. مي وي راجلي عنده توأم ديالو وهما الكبار، هو التويمي ديالو ما فات ما كيتابهوش. دونك كاين واحد الفرق ما بيناتهم، هما كتعرفوهم بانهم خوت بجوج، مي كنفرق ما بيناتهم زعما بسهوله لدرجة انه اصلا قبل ما نعرف مروان وكلشي ملي كنا كنقراو في الميم فاكولتي، وكان هو وخوه كيدخلوا كيخرجوا كنا اصلا مسمينهم توام مختلف، زعما دو لوان كنا مسمينهم توام مختلف لانهم ما كيتشابوش، دونك ما كيتغلطوش ليا بتاتا، بس اخترت الصوت ديالهم كيتشابه، كاينه شي رنه كتشابه، مي سينو نو كاين فريمون فرق ما بيناتهم. هذا قالت لي واش ندمتي على يوتيوب؟ واش كتفكر انك تحبسي شي نهار؟ واش تكوني شريكه ديالي في ان بروجي في الفيوتشر؟ السؤال انا نجاوبك سؤال بسؤال، انت جمعتهم ليا كاملين. الوغ اول حاجه هو انه عمرني ما ندمت على يوتيوب، جامي دو ما في ما ندمت على يوتيوب، بالعكس يوتيوب درتو عن حب وعن اقتناع، وعاجبني لحد الان، عاجبني المحتوى اللي كندير، وعاجبني المحتوى ديال سيغتان يوتيوبرز اللي كان اللي انا متبعاهم، دونك فريمون الحمد لله كاينين ناس زوينين في يوتيوب اللي كيعطيوك واحد ليماج زوينه، و سا مي بيرمي انه تكون عندي واحد لاكومونيتي اللي كنتحتت معاها مره كنشارك معاها هذاك الشيء، دونك فريمون ما ندمتش باسكو جمعت لي غير ناس يبغيوني والسلام. فوالا واش غادي نسد شي نهار؟ فريمون الا كانوا الناس ما بقاو كيستافدوا من عندي حتى شي حاجه، ف بعزتي وكرامتي سوف اخو، مي نبقى مضاربه زعما حتى الدقيقه 90 ولا بانوا لي بانه الناس صافي ما كنزيدهم ما كنقصهم حتى شي حاجه، دونك سا سيغ ريان فريمون انه نبقى في يوتيوب، بتاتر نبدل الحرفه من غير يوتيوب وندير شي حاجه اخرى اللي غادي نقلب فيها غير على انه الناس يستافدوا، لانه انا كيعجبني الواحد ملي يدخل ويتفرج يستافد ولا بتاتر مره يدي فوله. فوالا شوف هاد الكونسيبت. الاخر اللي قالت لي واش تبغي تكوني واش زعما تو اكسبت انك تكوني شريكه ديالي في شي بروجي ديالها في الفيوتشر؟ باش نكون معاك اونيت، باش نكون معاك كلير، باش نقول كلشي كنمشي بواحد المنطلق، عندي واحد المفهوم في الحياه، واحد بروفير راس المشروب عمرو ما كيتغسل. دونك ما يمكنش تعرضات عليا هذه القضيه انه نشارك في دي بروجي، مي نو عارفه بانه الوقت اللي كيكونوا بحال هكا دي بروجي با كيكون غير صداع، فريمون صداع، فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك، صداع، راس المشروع عمرو ما كيتغسل، هذه ماما كانت كتقولها لي من كنكون صغيره، ووقفت عليها باسكو كنعرف دي كا ديال صحاباتي اللي كتلقاهم جوج ثلاثه مشاركين في البروجي، ومن بعد
تقول لك يا ريتني كما شاركتش في ما شاركتش في هذا البروجي حيت كل واحد كيلغي بالغا كل واحد واحد كيلوي في النور واحد كيلوي في السود دونك نو سي با مون تروك دونك جو بريفير انه الله يسهل عليك في البروجي ديالك ما تكونش غير محتاجه انه شي واحد يشارك معك حتى انا خصني الله يسهل عليك شي بروجي تاع انايا اللي ما حتىش واحد مشاركني فيه فوالا دونك هادو هما كانوا لي كيسيون ديال اليوم شكرا بزاف على الاسئله ديالكم كاملين اللي طرحتوا عليا ان شاء الله غادي ندير لكم واحد افاكيو اللي يكون خاص بالميك اب اللي غنجاوبكم على الماكياج لانه بزاف توصلت بهم غير الماكياج 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 ساشون كو اكثريه في داكشي راني مجاوبه عليه في السلسلات وداكشي وكاينين دا كيسيون اللي كيسولوني عليا انا اكثر با ديجا بارطاجيت فيديو بحال هاد على هاد شونفيت فوالا دونك جيسبر انه نكون خفيفه على قلوبكم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم ما تنساوش كيف ديما انكم ديروا لايك الى عجبتكم لا فيديو وسبسكرايب على القناه ديالي و فوالا انه ان شاء الله نشارك معكم الجديد اللي غادي يكون يا رب ويدخل عندنا يا رب ديك لابارتمون بالخير وهاد الحاجه الزوينه والله يسهل على الجميع ويسهل عليكم كاملين اللي بغى شي حاجه في خاطر الله يحققها ليه غير خدموا 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 عليها باسكو ما كاين حتى شي حاجه كتجي بالساهل كايناش اي حاجه كدمري عاد كتوصلك وما فيها باس الا طحتي طيحي وعاودي تعرفي تنوضي هذا هو ليسونسييل ماشي طيحي وتبقاي طايحه وتقولي احقه ما طريوي طيحي ونوضي طيحي ونوضي طيحي ونوضي حتى غادي تنوضي وما غاتعاوديش طيحي صافي فوالا كانت معكم رابعه من رابعه بيوتي كنبغيكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جايه بيزوات